رايك ايه في الالتراس عملوا في اقتحام نادي الزمالك؟ والله انا شايف ان الالتراس هم ناس مشجعين كويسين جدا، فيهم ناس وحشه فيهم ناس حلوه، بس المشكله ان الاثنين مختلطين ببعض. يعني انا عندي ناس كويسه جدا في الالتراس، دكاتره وطلبه وناس كويسه حتى ماديا واجتماعيا، وعندي ناس اجتماعيا قليله. ده الطبقات، ده طبيعي في الطبقات، بس المشكله ان الطبقات القليله شويه التعليم بتاعهم قليل شويه، هو ده اللي بيجي يتصرف بايده. يعني انا ما بتكلمش سلوك مش ادمي، ترويع الاعضاء وقله ادب، يعني دي قله ادب ما حدش يرضى بيها ابدا. هم ليهم حريه راي، رايهم يعبروا بيه باي شكل شرعي باي شكل لائق، لكن الشكل اقتحام النادي ده مرفوض تماما. لا بص، هو الالتراس يعني ايه كظاهره، هم شباب، منهم شباب محترم وندس من ضمنهم شباب يعني متعصب زياده عن اللزوم، فكان تاثيره التاثير الشباب اللي هو متعصب زياده عن اللزوم ده طغى على شباب الولاد الناس المتعلمين اللي موجودين في زاويه الالتراس. الرياضه اساسا الهدف منها تعلم الناس ازاي الاخلاق وازاي يعني التواضع عند النصر وازاي الابتسامه عند الهزيمه. ما ينفعش طبعا لاي سبب من الاسباب انك تكسر في حاجه بلدك او في حاجه ناديك، دي حاجه طبعا ما تنفعش. هم مش عاجبهم حاجه يعترضوا عليها بذوق شويه، انما مش يفجروا ويولعوا في النادي ويهددوا الاعضاء اللي قاعدين جوه، لا طبعا مش ظريفه يعني. طبعا حاجه مش حلوه ان هم يخشوا يكسروا النادي ده مهما كان برده النادي بتاعهم، وان الاحلام مش على الاداره خالص، اللي هو اللعيبه بتغلط برده وكلهم بيغلطوا، فالحكايه مش على مرتضى منصور بس، مش لازم يحمله هو. ده نادي اجتماعي محتاج ان انت قاعد فيه في امان. فين الامان؟ مفيش امان. فعلا مصر محتاجه امان مش في النادي بس.